بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في الفيديو الرابع من سلسله السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي تجيب فكره بحثيه، وبدانا نوضح ان الفكره البحثيه بتيجي عن طريق جزئين. الجزء الاول تعرف نوع الريفيو، والجزء الثاني هو انك تحدد او تكون البيكو بتاعتك، او بيسموها فورميليتنج يور ريسيرش كويستشن، او تكون السؤال بتاعك. هنتكلم في الفيديو ده عن البيكو، او ازاي تعمل ريسيرش كويستشن بشكل صحيح. انا ليه عملت البيكو في فيديو مستقل؟ لان البيكو من ضمن الحاجات اللي بتسأل عنها وانت بتقدم الريفيو بتاعك، او دي تعتبر من الخطوات الاولى في السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز. قبل ما نتكلم على البيكو، ممكن تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع الناس، واتمنى السلسلة تكون حتى الان مفيدة وشيقة وممتعة باسلوب سهل وبسيط. طيب، البيكو دي اختصار BICO، very famous، مشهورة جدا. افتح اي سيستماتيك ريفيو هتلاقي بيوضح بشكل اساسي البيكو بتاعتنا ايه. البيكو دي اللي هي اختصار population، او المجموعة بتاعت المرضى اللي انت هتشتغل عليهم. الانترفنشن اللي انت بتركز عليه، التريتمنت او البراكتس معين او الانترفنشن معين. كلمة intervention دي معناها intervene، يعني يتدخل بحاجة معينة. وبعديها السي، البيكو، السي، السي اللي هي الكمباريزن او الحاجة اللي انت بتقارن بيها. والاو اللي هي الاوتكم. الاوتكم دي مهمة جدا، يعني ده تقريبا السبب ان احنا خلينا البيكو ده لوحده. طيب البوبيليشن، لو احنا هنوضح، احنا قلنا مثلا باختصار شديد في ثلاث انواع من انواع الريفيوز. في الافكتيفنس اللي هو بتاع التريتمنت مثلا، وفي البروجنوسيس، وفي الدايجنوستيك، دايجنوستيك تيست اكيوريسي. الافكتيفنس لو احنا مثلا بنشوف تاثير دواء معين زي ما احنا قلنا على تخفيض درجه حراره، فالبيكو بتاعتنا، البوبيليشن بتاعتنا هتكون هي مجموعه الناس مثلا اللي عندهم كورونا فيروس، مجموعه الناس اللي عندهم ليفر كانسر، مجموعه الناس اللي احنا بنشوف اصلا تاثير الدواء عليهم. طيب البوبيليشن هم ليه حطوا ان اصلا لازم تسلكت البوبيليشن بتاعتك؟ لان احنا مثلا لو قلنا على الكوفيد، فانت ممكن يكون الريفيو بتاعك البوبيليشن بتاعته يختلف عن بوبيليشن حد تاني. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اشتغل على مجموعة الناس اللي عندها الكورونا فيروس من سن سنة لغاية سن 10 سنين او 15 سنة، فالبوبيليشن بتاعتها يكون الاطفال. ولكن في ريفيو تاني ممكن يركز على البوبيليشن بتاعته تكون الناس اللي هي ما فوق 18 سنة، او مثلا ريفيو تالت يشوف الناس المدخنين اللي فوق الاربعين سنة. فالبوبيليشن بتاعتك لازم تكون محددها بشكل واضح وبشكل صريح. تاني حاجة الانترفنشن او الاكسبوجر او التريتمنت بتاعك او الدياجنوستيك اللي انت هتشتغل عليه، ده كله هو ده العنصر الاساسي للشغل بتاعك. يعني على سبيل المثال في المجال اللي انا شغال فيه، احنا بنشوف نوع معين من الار ان اي، مثلا مايكرو ار ان اي معين، لونج انكودنج ار ان اي معين، بنشوفه ونشوف البروجنوستيك فاليو بتاعته في المستقبل، او بنشوفه كأداة تشخيصية. او الانترفنشن بتاعك ممكن يكون دواء اكس وانت بتشوفه على مرضى معينين، فالدواء اكس ده ممكن يكون ليه اكتر من دوز. فانا مثلا هديله الدوز اللي هو 50 ميلي جرام والدوز اللي هو 100 ميلي جرام، فاحنا عايزين نركز على الدوز بتاعك، احنا عايزين نركز على الانترفنشن بتاعك بشكل ما، او ايه هو الحاجة اللي انت هتركز عليها وبتكتبها برضو بكل التفاصيل. العنصر الثالث هو الكمباريزن او المقارنة. فانا ممكن اقارن مثلا ما بين دواء ال 50 ميلي جرام بتاعه ما بين الدواء تاني و 50 ميلي جرام بتاعه. ده ممكن يكون في كومباريزن، ممكن ما يكونش في كومباريزن اصلا، ممكن ما يكونش في اي مقارنه في السؤال البحث بتاعي. فانا عايز اشوف فاعليه دواء معين، او ان انا عايز اشوف زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات كاداه تشخيصيه البي سي ار افضل ولا الاشعه المقطعيه او السي تي. فدي حاجه، دي ساعتها اسمها الكمباريزن او المقارنه بتاعتي. العنصر الرابع هو الاوتكمز. الاوتكمز دي معناها ايه؟ هي المخرجات اللي انا عايز اشوفها في الريفيو بتاعي. فخلينا نقول كده ان جزء الاوتكمز ده من اهم الاجزاء في السؤال البحثي بتاعك. يعني لازم وانت بتعمل الفكره البحثيه، يعني خلينا اوضح تاني، وانت بتعمل الفكره البحثيه بتاعتك لازم تكون عارف ايه هي الاوتكمز اللي انت هتحسبها علشان تجاوب على السؤال بتاعك. يعني في الاول احنا كان بنقول نسال سؤال، هل الدواء ده بيعمل تخفيض في درجه الحراره ولا لا؟ فدرجه الحراره دي اسمها اوتكمز. طيب انخفاض في درجه الحراره ده بيتقاس ازاي؟ ممكن الناس تكون بتقيسه
بالترمومتر، مثلا كان درجة حرارتهم مثلا 38 بقت 36، كانت 42 بقت 37، فده اسمه تغير في درجة الحرارة، ده هيكون الاوتكم بتاعي. فالانترفينشن بتاعي هو الدواء، الاوتكم هو تغير في درجة الحرارة. على سبيل المثال الانترفينشن بتاعي او الدايجنوستيك بتاعي هو البي سي ار، الاوتكمز اللي انا عايز احسبها عايز احسب السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي او مدى فاعليه، بيسموها الاكيوريسي بتاعه الاداه التشخيصيه دي. الدايجنوسز او دي الدايجنوسز، البروجنوسز مثلا انا اديت شخص مثلا تفاحه في الغداء بتاعه وعايز اشوف هل لها تاثير في البروجنوستيك، يعني البروجنوستيك اوتكمز بتاعته، زي مثلا احنا قلنا الموربيديتي او المورتاليتي، هل الحاجه دي هل هي هتموتهم، هل هي هتشيل الكانسر، هل هي مثلا هتشيل المرض خالص، هل هي هتزود المرض، هل المرض هيفضل يجي، او المرض مثلا ممكن يحصل له ريكرنس، او ان هو مثلا يكون عنده الكورونا بعد كده يتعافى بعد كده يرجع له الكورونا فيروس تاني، ده كله اسمها البروجنوستيك اوتكمز. فبناء على الحاجة اللي انت عايز تشوفها انت هتشوف الاوتكمز بتاعتك. كده انت عملت سيليكشن للبيكو بتاعك. في عنصر اخير في ناس بتضيفه وناس ما بتضيفوش، وانا ارجح وبشدة انك تضيفه، اللي بيسموها الاس او الستادي ديزاين. ايه هي انواع الدراسات اللي انت هتشتغل عليها الريفيو كويستشن بتاعك ده؟ يعني على سبيل المثال احنا شرحنا في فيديوهين انواع الاوبزرفيشنال ستاديز وانواع الكلينيكال ترايلز والحاجات دي كلها، فممكن تتفرج على الفيديوز دي. فعلى سبيل المثال في السؤال البحثي اللي هو احنا عايزين نشوف فعاليه الدواء في تخفيض درجه الحراره، فده هيكون ساعتها احنا محتاجين كلينيكال ترايل علشان تكون اتجربت على ناس. ممكن احنا مثلا محتاجين نشوف اداه تشخيصيه، في المجال بتاعي دايما بيكون حاجات اسمها اوبزرفيشنال ستاديز زي الكورت زي الكيس كنترول ستاديز، دي كلها المسمى بتاعها اسمه الستادي ديزاين. فانت محتاج تعرف انواع الدراسات علشان تعرف ايه هي الدراسات اللي انت ممكن تعتمد عليها في الريفيو بتاعك علشان الريفيو بتاعك يكون صحيح. في الفيديوهين اتعرفنا على انواع الريفيوز والبيكو علشان تكون سؤال بحثي كويس. لو العناصر دي صعبة عليك شوية فممكن تكون مستواك انك تبدأ سيستماتيك ريفيو بنفسك دلوقتي اقل، محتاج انك تتعرف على العناصر دي بشكل كويس وتكون فاهمها بشكل كويس. ودايما وده حاجة مفترض تكون يعني معروفة، لازم يكون في منتور هو اللي بيتابع معاك او بيقول لك ان السؤال البحثي ده كويس او السؤال البحثي ده غلط، علشان ما تبدأش في الخطوات اللي هي التكنيكال ستيبس اللي هي موجودة في فيديوهات كتيرة على النت، وفي الاخر تكتشف ان الاوتكمز دي انا مش عارف اجمعها مع بعض او مش عارف احسبها مع بعض، وحاسس ان الريفيو بتاعي ده ملهوش اي قيمة. في نهاية الفيديو اتمنى الناس تشارك الفيديو مع اصحابها وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتكتب في الكومنتس تحت ايه هي الفيديوهات اللي هي حابة تتعرف عليها اكتر في الريسيرش. نشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.